النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحال الجوي المتوقع للمملكة خلال الأيام القادمة بحول الله. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة وكانت أعلى من المعدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. حالة عدم الاستقرار الجوي تلاشت وانحصرت خلال نهار اليوم وعاد الطقس ليصبح مستقر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي استقرار على الطقس إلى الأيام القادمة، طقس مائل للحرارة مستمر وحرارات أعلى من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. صور الأقمار الصناعية نبدأها كالعادة في هذه النشرة، حيث خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية المتفرقة التي انتشرت خلال ساعات الصباح في أقصى جنوب شرق المملكة. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وعاد الطقس ليصبح صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة، خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، حيث لاحظ اندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات، هي ناتجة عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر نحو المنطقة. هذا المنخفض يعمل على اندفاع لمثل هذه الكتل الهوائية الحارة من شبه الجزيرة العربية باتجاه منطقة بلاد الشام، وبالتالي درجات الحرارة ستبقى أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام خلال الأيام القادمة، وأيضا ستكون الأجواء مائلة للحرارة في عموم المناطق. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 21 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجات الحرارة ستكون مرتفعة أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، يوم الثلاثاء 30 إلى 22، يوم الأربعاء 29 إلى 20، ويوم الخميس 29 إلى 21 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.